طيب تعال ناخد مثال اخر كده، بيقول لي solve the equation below giving the answer in the form y equal f of x. يبقى بعد ما تطلع لي الواي هطلع لي الواي الـ a لوحدها والـ f of x ايه لوحدها. dy by dx equal y square cosine x زي ما اتفقنا. اول حاجة نعمل ايه؟ separating للـ variable. يبقى اجيب الـ y في ناحية والـ x في ناحية، يبقى هقسم على y square وهضرب في الـ dx، يبقى هيطلع معايا y over 1 over y square dy equal cosine x dx. الخطوة التانية اعمل integration للـ two sides. left hand side integration respect to dy، right hand side integration respect to dx. هبتدي اعمل integration y power negative 2 dy. integration بتاعه عبارة عن y power negative 1 over negative 1 و integration cosine بساين، وطبعا ما ننساش الايه ال constant. طيب عايز اجيب ال y في ناحية وكل المعادلة في الناحية التانية. ال y power negative 1 عبارة عن 1 over y، وادي النيجاتيف equal sin x plus c. طبعا هنضرب في النيجاتيف وهنقلب المعادلة، هتطلع معايا المعادلة في الاخر ال y equal negative 1 over sin x plus c. يبقى ده عبارة عن general solution ل dy by dx equal y square cosine x. ودي طبعا زي ما اتفقنا شكل الرسمة بتاعتها، وزي ما اتفقنا احنا مش مطالبين بشكل الرسمة، احنا المهم ان احنا نقدر نوصل للسوليوشن بتاع الديفرنشال ايكويشن. Another example, solve the equation below giving the answer in the form y equal f of x dy by dx equal x plus xy. طبعا لو انا عملت separating للفاريبل هنا ان انا قسمت على الواي على طول، هتطلع معايا بالشكل ده كده، انها 1 over y dy equal x over y plus x. ايه ده؟ ما ينفعش، ده في هنا x over y وفي هنا 1 over y، يعني الناحية الشمال فيها y والناحية اليمين كمان فيها y، يبقى ما ينفعش ان انا اعمل separating ان انا اقسم على طول على ال y. امال نعمل ايه؟ نيجي على المعادلة اللي قدامنا دي وناخد ال x common factor. لما اخد ال x common factor هتطلع معايا dy by dx equal x plus x times 1 plus y. ساعتها بقى ايه؟ هقسم على 1 plus y وهضرب في dx عشان تطلع المعادلة بتاعتي في الاخر، هي عبارة عن 1 over 1 plus y dy equal x dx. كده ال y في left hand side، ال x في right hand side. خلاص عملت separating لل two variable، ابتدي اعمل integration. بعد ما هعمل integration 1 over 1 plus y، ال integration بتاعها عبارة عن ln 1 plus y، طبعا المودلس بتاعهم. integration ل x عبارة عن x square over 2 plus constant. طيب ها هنسيب المعادلة كده؟ لا، لازم اطلع ال y لوحدها. فهعمل ايه؟ هاخد الـ e للطرفين، تمام، وبعد ما اخد الـ e للطرفين يبقى 1 plus y equal e power x square over 2 plus c. زي ما اتفقنا الـ e power c هتبقى عبارة عن a، يبقى المعادلة بتاعتي 1 plus y equal a e power x square over 2. طبعا هودي الـ 1 الناحية التانية. بنقول ان عادة في بعض الكتب e power x square plus over 2 دي بتتكتب except، ونفتح قوس x square over 2 بتتكتب بالشكل ده كده، يبقى الجزء ده معناه ان هي e power x square over 2. يبقى ال y equal a e power x square over 2 minus 1. ده ال general solution لل differential equation بتاعتي، وزي ما اتفقنا ده الرسمة بتاعتها. طيب باختصار كده بنقول ان احنا الديفرنشال ايكويشن بقدر احلها عن طريق السيبريتنج فاريبل، ساعتها بنقول عليها سيبرابل ديفرنشال ايكويشن. سيبريتنج فاريبل تاني ازاي؟ ان انا بجيب الاف اوف واي دي واي في ناحيه والجي اوف اكس دي اكس في ناحيه، يعني الواي في ناحيه والاكس كلها في الناحيه التانيه. بعد كده ببتدي اعمل انتجريشن للتو سايدز، وبعدين ما انساش الكونستنت، واطلع الحل بتاعي explicitly، يعني ال y equal f of x. طيب مثال كده سريع برضو يا جماعة، طبعا مجموعة الأمثلة ديت نقدر نحلها، لكن للتذكرة تعالوا كده نحل أول مسألة. بيقول لي dy by dx equal x square plus 2 over y. طبعا المعادلة اللي قدامنا ديت هقدر أضرب في y
واضرب كمان في الدي اكس فهتطلع او اقدر اضرب دي اكس في اكس سكوير بلس 2 واقدر اضرب الدي واي في الواي يبقى اكس سكوير بلس 2 في الدي اكس ماينس واي دي واي ايكوال 0. طبعا انا كده عملت سيبريتنج الفاريبل الدي اكس في ناحيه والواي في ناحيه. ابتدي اعمل انتجريشن للتو سايدز. بعد ما اعمل انتجريشن للتو سايدز انتجريشن اكس سكوير بلس 2 هي عباره عن 1 اوفر 3 اكس باور 3 بلس 2 اكس. انتجريشن للواي عباره عن واي سكوير اوفر 2 وطبعا كونستانت ايكوال كونستانت. عايز اطلع الواي لوحدها هقول ان الواي سكوير وهودي كل الكلام ده الناحيه الثانيه يبقى واي سكوير ايكوال 2 اوفر 3 اكس باور 3 بلس 4 اكس بلس كي. ليه؟ لان هو ودى الناحيه الثانيه وضرب في النيجاتيف 1 فالنيجاتيف سي سميناها كي. طبعا واي سكوير بيساوي الكلام دوت. اقدر اقول ان الواي هو عباره عن روت 2 اوفر 3 اكس باور 3 بلس 4 اكس بلس كي او ان الواي عباره عن نيجاتيف روت 2 اوفر 3 اكس سكوير اكس باور 3 بلس 4 اكس بلس كي. و بالتوفيق.